بعد إطلالته في أحد البلاتوهات الجزائرية على إحدى القنوات الخاصة وين أطل الممثل والكوميديا الجزائرية العملاق صالح أوغرو تنكر تماما ريفكا هاد سناب شاتور الجزائري اللي أصبحت عنده قاعدة جماهيرية حتى كبار الفنانين كاين ما يملكوهاش ولا حتى يملكوها لكن التفاعل ما يكونش معاهم بنفس حماس محبي ريفكا. ريفكا اللي أطل بفيديو وجهه لصالح أوغروت اللي انكر موهبته وانكر حتى تواجده والأشياء اللي خلاته اليوم بهاد الشعبية. يلا نشوفوا الفيديو اللي أطل فيها ريفكا مردا عن صالح أوغروت. Ce snap est adressé à monsieur Salah Ogrout, le grand monsieur Salah Ogrout, qui est beau, qui est beau, qui est beau, qui est beau, qui est Salah Ogrout. Monsieur Salah Ogrout, je ne sais pas si vous avez un snap. L'interview est très cool. Il s'est fait de la à quel point les jeunes algériens ont été mis en train de se faire, les gens ont été mis en télévision. بك حبيت نفهم عفسا كومون فو بوفي جوجي اون بيرسون لي جامي سييتني ولا مديت لي اون شونس ولا او موان دير كاستينغ او موان خليني نجوز كاستينغ تشوفني تقول با ريفكا انت ماشي تحت في وليدي مع كل احتراماتي ما نقبلوش ما سييتنيش مام با مسيو صلاح قروط مع كل احتراماتي ليك انت وعرف بك بلي نعزك ونقدرك بصح حبيت تفهم عفسا شفت هاد الفيلم وزير الثقافه شافني في واحد الانترفيو جيت فيه قلت لو ريف تاعي ممثل وهذا الفيلم وجدو صافي عامين الفيلم هذا اللي انت كنت تدخل فيه بعد انسحبت على جالي هو وجدو عنده عامين على رواد مواقع التواصل وانا في كو بنت في مواقع التواصل قال علاش ما نجيبوش هذا ريفكا يسييني ماشي قبلني ديريكت قال يسييني ندير كاستينغ صح حابين نقول لك بك بلي دوكا نتاك مديت لي اونفي باش نزيد نخدم معليش جو دوني ان كونساي ميم العباد اللي نحبونيش كاع المصاري اللي عنده عفسه في هنا في حياته وعنده ان غيف انت تحبوا لي بيرو تحبوا لي فوتبالور انجينيور تحبوا لي واش تحب ما تخليش واحد يوقف لك في وجهك باسكو انا نشوف فين كنت واليوم ما لحقتش بصح الحمد لله اي بون كوراج افو كاع. اعتقد ان ريفكا فعلا اصيب هذا المره بكسره القلب خاصه وان القدوه ديالو صالح اوغروت الفنان القدير كان كل حلمه انه يكون معاه في فيلم لكن الاخير انسحب من هذا العمل الذي يخص كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. رد وزير الثقافه السيد عز الدين ميهوبي كان او خلينا نقولوا انه انصف ريفكا في هذا المنشور اللي حطه على صفحته الخاصه. يلا نقراوا المنشور كيف كيف مشاهدينا. اذا السيد عز الدين ميهوبي اللي كتب مخطئ من قال اننا نقارن بين صالح اوغروت صاحب الشهره الواسعه والشاب ريفكا الذي أحب أوغروت وجعل منه قدوة فمن حق صويلح أن يطرق أبواب السينما العالمية مثل ما يحق لريفكا أن يؤدي دورا في فيلم فبأي حق نحن نصادر حلم الآخرين فالأمر مشروط بالموهبة ثم الاحتراف إذ ليس هنالك من ولد فنانا وفعلا دائما ما كان من رحم لا شيء تخلق الأشياء ودائما ما كان الرقم صفر هو أغنى الأرقام لأنه فعلا بفضله تصنع المئات والآلاف وغيرها من الأرقام وأكيد ونحن نحترم كل شعبية ريفكا وكذلك أكيد شعبية أكيد الفنان طبعا. صالح أوغروت لأنه هذا يقعد رأيي شخصي وكما نقولوا احنا يعني يزيد في مسيرة الفنان مثل يقال ولا تحقرن صغيرا في مخاصمة فإن البعوضة تدمي مقلة الأسد.